السلام عليكم، معكم عاشم محسن من سكان حي سمينة 5. كنشكر الجريدة أنفال على المجيء ديالها للحي ديالنا. عندنا إشكال في التيران القرب اللي دابا دارتو لنا الدولة هنايا. كنا قبل ما يديروه بالعشب الصناعي كان غير حمري، كنا حنا كنتكلفوا بالنظافة ديالو، بالتسيير ديالو، بالتنظيم ديالو. دارتو لنا الدولة، وقفنا حتى داروا لنا عشب صناعي، وقفنا على هادشي مدة تقريبا واحد 6 سنين او ما اكثر حتى داروا لنا عشب صناعي. ملي دار العشب الصناعي بداو كيدخلوا السياسه ولا ما نعرف شنو، الشركات ولاو باغيين يدخلوا باش يشدوهم التيران. كان واحد السيد سميتو حميد هو اللي مقابل هاد التيران، هو اللي منظمو مده 14 عام. ملي جات دابا دخلت هاد الشركه هادي، بغات تسوس حميد، بغات تسوسنا حنايا ما نبقاوش نلعبوا فيه، بغات تشدو هي هاد الشركه. ما عرفناش حنا شكون، يعني ما غايستافدوش منها، ما غاديش يستافدو منو السكان ديال الحي. دابا اساسا من انا هاد الدار، دور الكاميرا شوف، انا هاد الدار فين كنسكن ما بقاش كاع كنلعب التيران. كنبغي ندخل نلعب التيران كنلقى شركه باغا تشد، كنشوف ناس اخرين براني كيجي يلعب. هاد الشيء راه ماشي معقول. شكون اللي منظم هاد الشيء هذا؟ الله اعلم. شكون اللي جاي للتيران هذا؟ شكون اللي شادو؟ الله اعلم. كيدخلوا شركات بزاف، وعلى ما اظن هاد الشيء ولات فيه السياسه على قبل الاحزاب هادشي ديال الانتخابات. هادشي على ما اظن هادشي اللي ولا دابا. وشكرا. دابا هاد المشكل اللي وقع في التيران، يعني كان واحد المشكل قولي واحد العامين هنا، وحنا تلقاو هاد المشكل هذا من حيث تنظيم التيران. وهذا كان واحد السيد ديالنا هنا 15 عام خدام، يعني جا فين تحل الغازو وقفنا الجمعيه، سميت الجمعيه وقفات على الغازو وقفات على هذا. درنا السي حميد انه هو يتكلف، تلاحظوا مؤخرا يعني 6 شهور دابا ولا 8 شهور تلقاو ان المندوب حتى هو داخل في هذا الشيء. يعني واش انه حيت قربوا انتخابات ولا سياسي هذا الشيء؟ يعني هذا القرب هذا ما بقاش سميتو القرب ولا سميتو البعد. يعني حنا الساكنين ديال الحي ما تنستافدوش منه، وبغي البراني يجي يستافد. علاش؟ يعني داعيات الانتخابات، يعني كما غيكبر الاحياء ديالو الكبار، غيكبر هذا المندوب عين الشوقيه، حي سمينه، يا سيدي معروف، تيجيو كلشي ولاد سباته ولا يدخلوهم هنا. دابا حضره السلطه شنو فين حضره السلطه؟ انا باش حضره السلطه على قبل واحد جو سيكيريتي، اي السلطه والامن. يعني انه فين حضروا كان واحد المشكل ديال انه واحد اشخاص جاوا دخلوا للتيران بصفه انهم سيكيريتي، والصفه ديالهم السيكوريتي ما كايناش. يعني لابسين لساس عادي، لابس سيرفيطا، لابسين صباط، يعني بحال باغيين يلعبوا حتى هما. جاو حلوا التيران، بدلوا القفوله، قال لك حنا سيكوريتي. قلنا له باش نعرف لكم سيكوريتي؟ يعني كان واحد النقاش قبل ما يحضروا الامن، شويه قبل ما يحضروا الامن كان واحد النقاش بيناتنا. قلت لهم باش عرفناكم سيكوريتي؟ قال لك لا، حنا صفتنا المندوب. قلنا شكون هذا المندوب؟ حنا ما تنعرفوا هذا المندوب اللي تقول سيكوريتي. يعني السيكوريتي نعرف انا شركه، يعني بلا ما نذكر الاسماء ديال السيكوريتي. يعني تبدلوا القفوله وتبدلوا الاشخاص وجابوا هذوك السيكوريتي. وانه المشكل اللي لقيناه انه دخلوا فرقه، يعني ما عندهمش الحق انهم يدخلوا فرقه. علاش هاد الناس خلاهم يدخلوا الفرقه؟ علاش؟ يعني اش بغاو يوصلوا؟ دخلوا فرقه وحنا لعبوا، عندنا فيديوهات، عندنا تصاور انهم جاوا دخلوا فرقه، وحنا ممنوع علينا كان حجر صحي، وهادشي ذكروا رجعت لاله الملك نصره الله، الله يحفظه لنا. يعني قال لك ممنوع يتلعب ماتشات تيرانات القرب. هما يحضروا الامن، يعني دوينا معهم نقاشات، وكان واحد الاجتماع يعني بين الجمعيات والسي اللي مكلف التيران والمندوب والباشا والسيد القيد اللي تابع الملحقه ديالنا ديال سمينه. يعني كان واحد الاجتماع بيناتنا، كنت حاضر ليه شخصيا بسميت الجمعيه، توصلنا انه التيران غادير لي سيكوريتي، غادير لي النظافه. اقترحنا ان السيكوريتي والنظافه يكونوا ولاد الدرب اللي تيعرفوا النوايا ديال الدرب، تيعرفوا الاشخاص ديال الدرب. يعني اي حاجه وقعت الحمد لله راه ما غيوقع حتى مشكل. يعني علاش ولاد الدرب انهم هما اللي غيتكلفوا بهذا التيران؟ هادشي تفاهمنا عليهم. يعني يعني قريب لي للدار وعرف الناس ديال الحي، ويعني ما غيكون حتى مشكل، ويعني التوقيت غيكون هو. يعني اي ورقه جات من عند المندوب وهذاك الشيء، يعني ممنوع علينا ان اي سيكوريتي براني يجي يحضر. يعني الأولوية الناس ديال ولاد الدرب هما الأولين. والناس هادو اللي جاو بلا لبسة داروا مع اقتراح وقال لهم شكون اللي صيفطكم؟ قال لي المندوب. قال لي باش عرفناكم سيكوريتي؟ يعني كاع عطاهم إنذار، يعني السلطة عطاتهم إنذار، قلت لهم إلا لقيتكم غدا بلا لبسة بلا والو بلا هذه، يعني غناخذوا معكم الإجراءات القانونية، وهذا من حقنا حنا. يعني هذا الشيء دوينا عليه، وإن شاء الله راه غنهبطوا عند المندوب حنا كساكنة ديال الحي سمينة، غنجمعوا كاملين وغنهبطوا عند المندوب باش نعرفوا هذا الحل كيفاش غنديروا للتيران هذا.